الأستاذة ليلى طه الجدي، مديرة معهد فضاء المعرفة بمدينة طنجة. هذا المعهد التابع للمجموعة المدرسية مولاي عبد العزيز. زاولت المهنة أكثر من 20 سنة. طبعا في البداية كنت مدرسة اللغة الفرنسية لمدة أكثر من 15 سنة، والآن لي الفخر أن أكون مديرة لمجموعة تربوية مهمة في مدينة طنجة كمجموعة مولاي عبد العزيز. هذا اليوم العالمي الذي أصبح عيدا هو في الأصل كان يوم احتجاج، فهذا الاحتجاج الذي بدأت به نساء عاملات في الولايات المتحدة الأمريكية وبالخصوص في مدينة نيويورك، قمنا باحتجاج فخرجنا إلى الشارع وكانت بيدهن اليمنى قطعة خبز وبيدهن اليسرى وردة، وهذا له دلالة خاصة عند النساء. الخبز يعني المعيشة يعني الكفاح، والوردة يعني الجانب العاطفي، المرأة العطاء المحبة إلى ذلك. الهدف من هذه الاحتجاجات كان أولا تحسين ظروف العمل لأن كان عندهم مشاكل كثيرة في العمل، وثانيا كان التقليص من ساعات العمل من أجل الاعتناء بأطفالهن. أقول أن المرأة المغربية فعلا أثبتت وجودها، فمما لا شك فيه أن المرأة المغربية الآن وللحمد لله تتقلد مناصب قيادية مهمة اقتصاديا سياسيا ثقافيا فنيا. نحن المغربيات علينا أن نتذكر شيئا مهما، علينا أن نكون فخورات جدا لأنه أول جامعة مغربية تأسست في المملكة، وعندما أقول المملكة أقول دولة الأدارسة، كانت مؤسستها امرأة السيدة الشريفة فاطمة الفهرية. فلنا الفخر أن العلم الذي دخل إلى المغرب والأصول الفقه وأصول اللغة كانت وراءه امرأة مغربية. أما الآن طبيعة الحال فالنساء المغربيات وصلنا المجهودات كثيرة والتاريخ حافل، هناك أسماء كثيرة، هناك فاطمة المرنيسي، هناك خنة بن نونة في مجال التعليم. النساء العاملات في ميدان التعليم على عاتقنها مسؤولية كبيرة، فنحن أمام ناشئة متفتحة على عالم العولمة والتكنولوجيا، الشيء الذي يعرقل في أحيان كثيرة مهامنا، ولكن لنا كل ثقة في رجال التعليم ونساء التعليم بصفة خاصة بالدور الذي يقومنا به من أجل توجيه التلاميذ إلى الطريق الصائب والطريق الصحيح، والتشبث بثقافاتنا وبعاداتنا واحترام قيمنا بصفة عامة. بالنسبة للتجربة الشخصية في ميدان العمل بما أنني امرأة عاملة كالنساء العاملات، أقول أن كوني امرأة عاملة خارج المنزل ما ليس معنى هذا أن أنني مقصرة في بيتي أو في مع أولادي وأطفالي أو مع زوجي، وأظن أن هذا الشيء هو نفس الشيء بالنسبة لجميع النساء العاملات. المرأة العاملة هي مرأة مكافحة تحاول كل الجهد وكل بكل ما لديها من طاقة أن توفق ما بين منزلها وما بين عملها حتى لا يتأثر الواحد بالآخر. فبطبيعة الحال أنا كأم أمارس دوري كأم راعية مسؤولة مراقبة لتصرفات أبنائي في المزاولات الدراسية ديالهم بطبيعة الحال، كزوجة نفس الشيء، والحمد الله أن احنا يعني النساء العاملات، أتحدث عن تجربتي الشخصية، لدي زوج متفهم بالعكس يشجعني دائما في على أن أكون من مدرسة إلى مديرة، أن أتحمل مسؤوليات أكثر. فالحمد لله في المغرب الآن حتى رجال المغاربة وعوا بهذه المسؤولية. الرجل المغربي الآن يتقاسم مع المرأة كل شيء، أغلبية طبيعة الحال هناك استثناءات، ولكن الحمد لله الرجل المغربي أصبح يعي بدور المرأة في المجتمع، وأن المرأة ليست مخلوقة فقط من أجل أعباء البيت وتربية الأطفال، هي تستطيع أن تقوم بهذا لأن هذا من واجبها، وتستطيع أن تحقق ذاتها من خلال مزاولة المهنة التي تحبها. ما تنسوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.